السلام عليكم. نواصل مع الموجة المفتوحة التي تتم بجهد مشترك لقناة حلا والموقع بانيت، وضيفنا الكريم الآن هو أمين أبو حيي، وهو من بيت جان، مدير قسم الأقليات في وزارة البناء والإسكان. أول شيء برحب فيك أجمل ترحيب. سمعنا بتنفوش تناموا من طخت لكم هناك ملانة، أنتم على الحدود. أول مساء الخير بيت جان، بألف خير الحمد لله أهلها الطياب والكرام والمرشحين للرئاسي، حتى المرشحين للرئاسة وضعهم كثير مليح الحمد لله. ست مرشحين الحمد لله، الشباب طلائعيين وجايين يخدموا البلد والمجتمع ككل الحمد لله. فالطخ صح موجود حوالينا، بس احنا الحمد لله احنا بأمان وبألف خير الحمد لله. حكيت عن ست مرشحين لمجلس محلي بيت جان، عارف اسميهم؟ طبعا الرئيس الحالي اللي السيد راضي نجم، اللي هو طبعا مكمل المسيرة بترشيحه، مرشح اللي كان مرشح سابقا السيد نزيه دبور، السيد بيان قبلان اللي كان رئيس مجلس قبل فترة شو اسمه؟ بيان قبلان، وبرضه بعدها قبلان كمان كان آخر فترة لا ولا بس الرئيس الحالي هو راضي نجم، قبله كان بيان قبلان. وفي كمان قبلان، في سيد مرزوق قبلان كمان مرشح، في قبلان قبل كمان برضه كان المرحوم ابو قاسم يوسف قبلان. كنا عائلة قبلان كبيرة في بيت جان. طبعا اكبر الله يخليكم لبعض. وفي مرشح من وزارة التربية والتعليم السيد كمال عطيلة، في مرشح عصام جديد السيد زياد صلاحة. كمال عطيلة كان هو ناطق بلسان وزارة المعارف، مزبوط. واخوه ياسر عطيلي مزبوط، كان ياسر اشتغلنا مع بعض فتره قصيره، يا اما اشتغلنا مع بعض. وبيت جان هسه فيها ثلج ولا لسه؟ لا هسه فيش ثلج للاسف، السنه بعد ما صارش ثلج، بس راح يصير بس في مطر كثير، كانه بهاليومين ثلاث راح يصير. ان شاء الله بصير. احنا بنستنى الثلج كضيف، ضيف كل سنه تحبوه. نحب الثلج كثير. يعني شو الحكمه هون؟ انه يعني طول السنة هيك مرة بالسنة أو مرة بالسنتين بتشوف الثلج، هذا يعني شيء مميز. طبعا شو أحلى من هيك، بتيجي هالبشاشة البيضاء، كل الشوارع والطبيعة بتصير مفروشة بالأبيض، شو أحلى من هيك، كله مبسوط، الأولاد بتلعب. وأنت آخر سنة كان سيد أمين أبو حي من بيت جان، وأنت آخر سنة كان فيها ثلج في بيت جان؟ كل سنة في ثلج، كل سنة كل سنة الحمد لله، كل سنة بيجينا هذا الضيف اللي احنا بنحترمه ونحب نكون نشوف الثلج وننبسط بالثلج. طب يا أخي إذا في ثلج وكيف تقدروا تطلعوا هاي السند هاي اللي عند الفحماوي بيقولوا الحبلي، كيف تطلعوا هاي؟ لا الحلو إذا في ثلج انت بتطلعش من الدار. حلو، بتظلك مع العيلة. طبعا الأكل الشتوي، اللف الحلوة، الجوز واللوز وكل الجيران وكل الولاد بتلعب، طبعا أجواء كثير حلوة. الله يهدي البال والله. الواحد بالسنين الأخيرة فيش هدات بال كثير يا سيد أمين أبو حيي. إن شاء الله الله يهدي البال والسلام، عن جد يهدي البال والسلام للكل. وعن جد إنه عن جد صار لما بتوصف لي انه بنقعد بالدار وبيجوا الجيران وهيك، تذكرت بيجيبوا المكسرات وهيك الاشياء، يعني ذكرت هذا البال، تذكيره تذكرتها، هذا بذكرنا في تاريخنا واحنا صغار. اليوم الجيل الصاعد ما بفهم هاي المفاهيم، جيل السرعه، فلما بيجيك هيك الامكانيه ان يكون هاي اللمه الحلوه، فهذا الاشي جدا جدا مميز. انتو اخواننا دروز بتحكي لي عن هذا الاشي، وانا احكي لك اشي انه قريب يعني للجمهور المسلمين، وشهر رمضان المبارك اللي بيوحي لنفس الاشياء اللي توحي لها انت، انه الجمعة واللمة والناس يكونوا مع بعض والاهل ففعلا يعني شهر رمضان المبارك انا على كل حال بموت فيه، هذا الشهر بحبه كثير لا عدة شغلات. أول شغلة لأنه مبارك ولأنه كتب لنا كتب، إن شاء الله بكون مبارك على الجميع، بكون كمان عيد فطر سعيد للجميع، يكون هدات بال والناس كلها تنبسط في بيوتها ومع أهلها وبلادها، إن شاء الله نشوف بس هدات بال وسلام. أنا بتفق معك 100% حرفيا، بس للأسف الشديد مش كثير هدات بال المدة الأخيرة. خلينا نحكي شوي عن وزارة الإسكان اللي انت موظف كبير فيها، ويعني لما يصير الثلج ببيت جان وهيك بتقدرش تروح، بخسروا موظف هناك. اليوم طلع اليوم في كثير امكانيات انك تشتغل. ممكن يمسكني الثلج انا بالقدس مش في بيت جان، ممكن بالعكس،
فاليوم تقدر تعمل، اليوم في عندك عندك موظفين، وعندك اليوم الديجيتال الزوم وغيره، فشغلنا مستمر. حتى بفترة الحرب اللي تخوضها دولة إسرائيل من 7 أكتوبر شغلنا ما توقف، مش بمعنى إذا أي عامل بصير، إن كان حتى الحرب ما أثرت، فطبعا أشياء ثانية مش لازم تأثر. اللي بيشتغل بشكل موضوعي ومهني وبدير باله على شغلته بمسؤولية وبشفافية ممكن يكمل بشغله، والحمد لله إحنا كوزارة البناء والإسكان وقسم الأقليات بالذات، أنا ببشر مجتمعنا العربي ككل، أنهينا سنة 2023 من ناحية الميزانية بشكل كامل وشامل، فأرصدنا للمجتمع العربي ككل، العربي الدرزي البدوي والشركسي، ميزانية تصل إلى 774 مليون شيكل، وهذا بحد ذاته يقطف لثمار. لحظة، 400 وكديش؟ 774 مليون شيكل. ليش؟ لكل المشاريع اللي تتعلق بحل أزمة السكن والتطوير والتخطيط. شو يعني أزمة السكن حلها؟ أمين أبو حي، بيوت قديمة جدا في بيت جان وفي الطيبة وفي شفامر وفي خرفيش وأبو سنان وكبر ياسين، بيوت قديمة جدا وبالطيبة وكل محل. شو هذا التجديد، التجديد البلدي هذا يتحط شو تعرفني شو عملت؟ أنا ما سمعتش واحد حدا مدح للإشي. أنا بعطيك الفكرة ككل. أولاً إحنا بنشتغل بشكل موضوعي، إحنا مجبورين نفحص، وهذا اللي بنعمله، شو احتياجات كل بلد، شو احتياج المجتمع ككل. أولاً خلينا نحكي عن التخطيط. لا بس قبل التخطيط بإذنك أخ أمين، التجديد المدني بعطيك كل الفرصة، بعطيك تحكي قد ما بدك، لأنه من زمان ما شفناكش وإحنا حابين تيجي هنا، وكنت أنت هنا في الماضي. إيه اللي بدي أقوله هيك، إنه المجتمع العربي وقسم كبير من المجتمع اليهودي، بس أنا وسيلة إعلام عربية، خلينا نحكي عن العرب، بواجه مشكلة بيوت القديمة. في بيوت عملت سنة 1948 واليوم لليوم واقفة، يعني أكل شوية رعد وهيك الجزء تهيلها. فقديش أنتو بتشوفوا حالكم مسؤولين؟ هاي قصة يتحدشوت عرونيت. إيه شو أعطيني أمثلة كل اللي إحنا عملنا بشفاء عامر يتحدشوت بدلنا. بس عفوا، يعني كانت ميزانيتنا هناك او وظفنا هناك مثلا مالي 5 مليون شيكل مثلا، يعني بكل 743 مليون شيكل. شو انتوا الموظفين الكبار اللي زيك بتقولوا لنا ارقام بتضحكوا علينا؟ شو اشي ارقام مدروسه، ارقام صحيحه جدا. لا انا مش انا ما كلش غلط، ما كلش غلط صح. بالتجديد الحضاري او التجديد المدني اللي يسمى يتحدشوت عرونيت، احنا عملنا نموذج اللي هو زي تجربه زي بايلوت بالمجتمع العربي بخمس بلدات، ووسعناه لاخرى بلدتين، وهن كفر قاسم، الطيبه المدينه اللي انت فيها، الطيره، سخنين، جسر الزرقاء، عرعرة، وذكرت سخنين عرعرة. أوكي. سبع بلدات. أوكي. اللي أغلبهم بالمثلث كيف سمعت منك. عندنا كفر قاسم، الطيبة والطيرة بالمثلث. ثلاثة. عندنا عرعرة. برضو مثلث أربعة. تقريبا تسميه المثلث، وادي عرعرة. مش بقدر أبو أبوها مثلث. وادي عرعرة. وادي عرعرة مثلث. لحد من الفحم مثلث. جسر الزرقاء وسخنين. فبهاي البلدات قمنا بوضع نموذج خاص نسميه موديل لبناء تجديد حضاري، تجديد مدني بهاي البلدات كبايلوت، كتجربة نجحنا لحد اليوم بشكل جدا يفتخر به في سخنين وكفر قاسم، اللي على الطريق إن شاء الله بكون عندنا بالطيبة. قبل فترة كان عندي جلسة مع افتتاح مبنى هون مع الأستاذ شعاع رئيس البلدية، وحكينا عن الموضوع هذا، إنه لازم نحط كل جهودنا اللي كمان بالطيب ننجح وكمان بالطير ننجح. وعاد عن ذلك هناك تخطيط اللي نسميه إحنا بديكات التخنوت، نفحص إذا في معقولية الإشي. نعم، نفحص إذا في معقولية أو في إمكانية أو في هناك مشاريع الملائمة لهذا النمط أو هاي الوتيرة من التجديد الحضاري أو التجديد المدني، وندخل بلدات أخرى. إذا سألتني عن ميزانيات، إحنا بنحكي عن بهذا المشروع حطينا بخطة 550 60 مليون شيكل، اللي كل سنة إحنا بنعطي 12 مليون شيكل ما يقارب لهذه الأشياء، طبعا بأمل إنه ننجح بهذه المشاريع.
نعم هذا لو انت بتقعد محلي اخ امين ابو حيي واقعد محلك وانا بوافق بدي وشوك طول انت بتحكي هيك واخر تليفون واخر تليفون واخر واتس واخر واتس. فانا مستعد اتبادل انا وياك، شو رايك؟ انا اصير مدير قسم الاقليات في وزاره البناء والاسكان وانت تصير مدير. اه اسم الله انت بيطلع بدك عمل شغلتين كمان. انا متاكد ان كل واحد في شغله عنده جهود عنده التعب، بس المهم انك انت تعمل شغلك بجداره وكمان تفيق الصبح وتطلع الشغل انت مبسوط وحابب تعمل وعندك هاي الطاقه الايجابيه اللي تعمل لمجتمعك زي عندك. صح. انا الحمد لله انا بشوف حالي حامل رساله جدا مهمه لبناء مجتمع حضاري عصري، نبني بلادنا، نحارب العنف، نحارب كل شيء اللي هو سلبي ونجرب نبني هذا المجتمع. اليوم احنا بنحكي عن ميزانيات، صح انه في ميزانيات كبيره 774 مليون شيكل، لكن هذا لا يكفي، بهمنا جوده المشاريع. لا وهمنا نشوفها صح. احنا بدنا نشوفها. ممكن كثير شغلات احنا بمجال التخطيط المواطن العادي ما يشوفها، لكن رئيس البلدية بيشوفها وبيفهمها، فاللي عنده رؤية وعنده طبعا أهداف مدروسة ممكن سنة بعد سنة نشوف هذا التغيير ونحسه. أنا على سبيل المثال إسا أنا جاي من قرية كفر مندا ومن كفر كنا بجلستين مهمات عشان نحل مع مين؟ رئيس البلدية طبعا أبو محروس عز الدين أمارة وابو محمد علي الخضر زيدان. في عندهم انتخابات هذول. نعم اسمح لك تروح تجتمع معهم هسه بهالفتره. نعم. الحساسيه استاذ. طبعا انا بجتمع مع الرؤساء الموجودين وما بهمني من الرئيس اللي بكون، انا ما باثر على انتخابات ولا انا كل رئيس بكون اللي البلد بتختاره هو بكون شريك بالنسبه لي. بس بقدر يقول لك مرشح انت رحت اجتمعت مع هذا واحنا بفتره انتخابات هاي حساسه، حتى وزير الداخليه حساس تجاهه. صح. انا بجتمع بشكل كانسان اللي جاي يشتغل بشكل مهني وموضوعي مش كسياسي. هل اصطدمت في شيء قالوا لك ليش اجتمعت مع كيت او كيت؟ لا بالمره لا، لانه كل اللي بيعرف امين ابو حي بيعرف امين ابو حي انسان موضوعي وانا بعرف انك انسان طيب وجدا مستقيم. انا بضيف للي بيعرفوا عنك. الحمد لله المجتمع العربي بيعرف يقدر الإنسان اللي بيشتغل لخدمة مجتمعه وما ببيع شعارات رنانة مش مزبوطة. وأنا الحمد لله بطريقتي هاي أنا عندي تشجيع من كل المرشحين وكل الموجودين بوظيفتهم كرؤساء. حكيت عن كفر مندا وكفر كنا كمثال، هناك كان بكل بلد مشروعين اللي في أزمة لحل تكملة هذه المشاريع ببناء الأماكن العامة. والحمد لله هاي الجلسة كانت جدا مهمة وقدرنا نحط الميزانية اللي نساعدهم نكمل هذه المشاريع خلال الأشهر القادمة. بدي أسألك سؤال شوي محرج. هل تصرفك وانت في الطيري أو في كفر قاسم أو في جسر الزرقاء، انت ذكرت جسر الزرقاء على سبيل المثال، هل هو مطابق لتصرفك في بيت جان؟ نعم. بسبب الحساسيات وانت ابو حيي، انت مش قبلان وانت مش اقول لك الحقيقه، يعني الحقيقه ممكن يكون محرج الشيء. انا كل بلد هي بلدي. على سبيل المثال اذا بدنا نحكي بشكل طبعا بشفافيه كامله باستقامه، رئيس المجلس الحالي بالانتخابات الاخيره قبل 5 سنوات انا ما صوتت له، ما كنت من مؤيدينه. من يوم ما صار رئيس لليوم هو رئيس طبعا بالنسبة له رئيس مجلس بيت جن، أخذ مني الدعم الكامل وكان بجدارة بشكل موضوعي احترم هذا الإشي واشتغل طبعا على قدراته وعلى طبعا على الميزانيات الموجودة. لكن أنا ما بقدر أربط السياسة أو موقفي الخاص بعملي. حتى بالوزارة ممكن يجيني وزير اللي هو مثل الوزير الحالي هو من يهدوتها ترى وعنده أجندة وعنده طبعاً سياسته. تنحرجش بهاي الأشياء؟ ممكن يكون وزير آخر. بسألك تنحرجش أمين بهاي الأشياء؟ إذا أنت عارف شو عم تشتغل وعارف أنت وين بتحط وزنك بعملك ممكن تتخطى كل هاي الأزمات. إذا بدك مثلاً مثل على الوزير الحالي أو هيك، الوزير الحالي أعطاني استقلالية تامة لأنه عرف يقدر مجهودي وتعبي وقال لي اللي بدك إياه اعمله.
انت كعربي درزي من اخوتنا الدروز بتشوف انك انت بتقدم كفايه من الخدمات من الاشياء اللي بتطور الوسط العربي، ولما كل الوسط العربي بقصدنا المجتمع الدرزي والمجتمع المسيحي والمجتمع المسلم، مش لا مش شطاره الواحد يستعمل هاي التعبير، لكن كي اكون واضح بتشعر انك انت بتساعد مجتمعك. نعم، انا جدا فخور بمجتمعي وكل شيء عم بعطيه للمجتمع الحمد لله. احنا كوزاره البناء والاسكان يمكن الوزاره الوحيده بكل 2022 و2023 سنتين ورا بعض اللي أعطينا كل الميزانيات للمجتمع العربي، الوحيد قسم الأقليات بوزارة البناء والإسكان اللي قدر يعطي الميزانية بأكملها، واللي يشهد على ذلك جميع رؤساء السلطات المحلية بغض النظر إن كان درزي ولا مسلم ولا مسيحي ولا شركسي ولا غيره. فأنت طبعا بتقابل كل المجموعات بتسأل من النقب للجولان، فأنا بكل تواضع بقولها أنا بحترم الغير وبحترم شغلي، وكذلك الأمر أني بعمل كل مجهود اللي أنا بقدر عليه عشان أفيد المجتمع وعشان أساعد في 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 بيوت ضيافة في المجتمع العربي. أنا بتأسف مرار بتسرع بدي أسألك، لأني بدي أسأل أخرى لخوف أنسى الأسئلة كمان، تفكرش ما حدا يفكر أنه بتذكر كل شيء. في بيوت ضيافة بتنقام في المجتمعات العربية أول ما بدأت عند أخوتنا الدروز، نعم هل بتساعدوهم هذول؟ نعم، لحد قبل سنتين كان وزارة البناء والإسكان تشتغل ببناء الأماكن العامة طبعا حسب تسميه أرسنال، حسب الموجود مقاييس، يعني المقاييس الموجودة أو المعايير الموجودة بوزارة البناء والإسكان. أنا بآخر سنتين سمحت أن أبني كثير مباني اللي المجتمع يفتخر لها في بلدات العربية، منها اللي احنا بنسميه بيت الشعب، بيت الضيافه. تعرف قديش هي مهمه طبعا. يعني انك تروح على دار الكرمل او عصفيا او على اي بلد ويكون عندك هذا الشيء، هذا كثير بيجي الناس بصير بيوت اجر عند بكل بلد، بيجي واحد من النقاب بده يروح على دار الكرمل. انا بس عندي انا شرط واحد لكل رئيس بلدي بقولها، بدك تبني بيت شعب مش مشكله، انا بساعدك بعطيك الميزانيه، لكن ما تسميه بيت اجر. ليش؟ ما بدي يكون بس بيت أجر، بدك تستعمله كمان لشغلات أخرى. أعتقد إنه أكثر بسموه بيت ضيافة، بعرفش على كلمة في المثنى. عنا بسموه بيت الشعب، أوكي، لأنه برضه حلو. عمد الشعب برضه حلو. طبعًا. بس أنا عنا يعني أنت تقصد بيت جن وعسفيا وداد كمان وحرفيش وسنان. بالقرى الدوزية يسمى بيت شعب، وهو يستعمل مش بس كبيت أجر، كمان بيت لاجتماعات، لضيافة، لمؤتمرات. طبعا لمشاريع اللي بتفيد الشعب كله او المجتمع كله. في هاي الحاله انا بقدر اساعد، لكن اذا بسميه بس بيت اجر فهي مش مسؤوليتي. صحيح. لا بس انا الحقيقه ما اصطدمت بتسمي بيت اجر، بجوز موجود انت لانك انت اقرب على الموضوع، اما انا ما اصطدمت. مثلا بشوف بالبلدات اللي بعرفها اللي رحت عليها دائما سموه بيت ضيافه شيء من النوع، ما سمعت انه بيت اجر. اما بيقولوا بيت الأجر يقام في بيت الضيافة أو في بيت أيوة. فهذا منطقي يعني. أخي أمين أبو حي، شو بتقدر تحكي لنا؟ شو هي أشياء مهمة حسب رأيك رسائل تبعثها لجمهورنا؟ وجمهورنا هو يعني كل المجتمع العربي، أكثر من 2 مليون إنسان. فشو درزي مسلم مسيحي بغض النظر، شو في عندك إشي إشي توضيحي أو رسالة معينة أو رسائل معينة تحكيها للجمهور تاعنا، لأنه إحنا استضفناك على هذا. اسمح لي أعطي رؤية تبعتي، لأنه أنا جدا مهم إن هاي الرسالة كمان توصل. خمس دقائق، 10 دقائق، ممكن خمس دقائق، ممكن خمس دقائق. خذ خمس دقائق أحكي، بديش أسألك، بدي أربط حال لأنه ظل أسأل كل ما تجيب لي إشي شيك بدي أسأل، فخلص هسه خمس دقائق إلك. اسمح لي خمس دقائق. أوكي، أول أنا عندي رؤية كأمين أبو حي كمدير قسم الأقليات بعد تجربة أكثر من 5 سنوات بالوظيفة هاي، إنه نغير ثقافة المسكن بالمجتمع العربي. بمعنى إذا بتنظر اليوم مجتمعنا شو وضعنا إحنا بكل ما يتعلق بالبناء والإسكان بقرانا وبلداتنا، غالبية أراضي المجتمع العربي في البلدات طبعا داخل الخارطة الهيكلية أو ما يسمى تقنية المتآر داخل خط الهيكلية، مغلطش. غالبية الأراضي هي أراضي خاصة، أكثر من 70% هي أو 80% هي أراضي خاصة. في بلدات مثل الطيبة 100% أراضي خاصة، ما في أراضي دولة،
ولكن جدا صعب تطور هاي البلدات. فالحل هو أو أنك تخطط مزبوط، بمعنى أنك أنت تعمل تخطيط قبل البناء. اليوم مشكلتنا بالشمال العربي كثير بنشوف ظواهر اللي هي جدا صعبة، إنه البناء يأتي قبل التخطيط، فأنت بتجبر تخطط على البناء القائم، وهذا بحد ذاته يعمل لنا مشكلة. عدا عن ذلك، شو وضعنا بالمجتمع العربي من ناحية الأراضي؟ أكثر من 70% من الأراضي الخاصة موجودة في إيدين أقل من 30% من المجتمع، يعني الممتلكين هن. يعني إذا بتطلع بكل بلد 30% لهم كل الأراضي، و 70% يفتقرون أفيلوا لمترين أرض يبني بيتهم. لذلك أنا كوزارة البناء والإسكان وظيفتي أعطي حل لهذول 70%. كيف ممكن يكون؟ أولاً نعمل توحيد وتقسيم، ونخطط على الأراضي الخاصة عشان يكون فيها كمان بيع وشراء، والناس تبني وتبيع وتبني أحياء جديدة على الأراضي الخاصة. لكن الحل الجذري الأكبر هو أنه نبني أحياء جديدة على أراضي الدولة. بمعنى إذا سابقاً كانت دولة إسرائيل أو حكومات إسرائيل تقول العرب عندهم أرض يبنوا في بأرضهم، لا، هاي المعادلة مش مزبوطة، المعايير تغيرت. المعادلة المزبوطة أنك تعطي على القليل 30% أراضي دولة لتقدر تسوق شقات سكنية للأزواج الشاب المحتاج اللي ما عنده أرض وعنده طبعا شهادة استحقاق بمعنى الزكاوت، و 70% أراضي خاصة بتساعد الناس الممتلكين يخططوا على أرضهم. كيف بعمل؟ أول شيء بعطي ميزانية للتخطيط، نخطط بالأراضي الخاصة. اسمح لي بس، أنت حضرتك حكيت جملة مفيدة، قلت أنه مثلا بالطيبة في، على سبيل المثال، في بالطيبة 100% الأرض خاصة. نعم. كيف بدك تعمل التعطي؟ منين تجيب لهم 30%؟ أو صح، وين صعب تجيب؟ طبعا الحسابين من ناحية كمعدل بدك تعطي بكل البلدات، وين ما فيش يعني بدك تعمل إشي ثاني. لكن بالطيبة نقوم في مشاريع اللي منحاول نعمل توحيد وتقسيم، تأخذ 40% أو 35% بلدات أخرى أو 30% للحيز العام، وإحنا هون منغير المعادلة بين الحيز العام والحيز الخاص. بمعنى بثقافتنا إحنا كمجتمع عربي سابقا كنا نبني البيت، نبني هالفيلا وتفوت على بيتك في زقاق 4 أمتار، والحيز العام مش موجود، لا في صف للسيارة، ولا في رصيف، ولا في أماكن عامة، ولا في حدائق عامة، ولا في جودة حياة. المهم إنك عندك فيلا، وبريت الفيلا عندك متأخذنيش ممكن تكون حتى مزبلة وانت مش شايف، لا مش قريب على للأسف. صحيح. فإحنا اليوم عم نغير المعادلة، إنه نوسع، يعني صغر بيتك ووسع باب بيتك، بمعنى بالحكي البسيط يعني تصغر الشقة، لأنه ما في حاجة للفيلا اليوم لكل واحد. اللي عنده إمكانية والغني يبني فيلا، بس الإنسان المحتاج اليوم في الأوضاع الموجودة اليوم، وبدك جودة حياة، والناس مرات وضعها المدخول هو محدود، فممكن يكون يسكن بشقة 100 و120 متر، ومش حاجة فيلا 300 متر. بينما يحيز العام لازم يكون ياخذ حقه، لازم يكون وسيع متطور حضاري عصري، يكون عندنا شارع 16 متر مش 4 أمتار أو 12 متر، يكون عندنا صف للسيارات، اليوم كل بيت في عنده 2 أو 3 إذا مش أكثر. فالاحتياجات تبعت السكن وجودة الحياة هي جدا كبيرة. بهاي الحالة أنا بكافح ظاهرتين، أول ظاهرة إنه نرفع من معنوياتنا وجودة حياتنا كمجتمع ككل، طبعا تربية سليمة كمان، مش الشارع هو يضب الشباب، إلا تبني حدائق عامة، أماكن عامة، تعمل دورات رياضية، دورات تربوية، تعمل مراكز جماهيرية بتساعد الناس إنه تلجأ لهاي المحلات الثقافية مش للشارع. وهذا كمان بحد ذاته بيساعدنا في محاربة ظاهرة العنف. عدا عن ذلك إحنا بنحل أزمة اللي هي أهم من هيك، إنه بنقدر نبني بناء متعدد الطوابق، بناء مكثف، ونجيب مبادرين ومقاولين. وفيش حاجة كل إنسان يبني البيت الخاص أو الفيلا، بيقدر يشتري شقة ويسكن فيها، إن كان بالإيجار إن كان بسكن. وطبعا إذا كان عنده إمكانيات وفي المستقبل بده يبيع ويشتري، زي ما كل المجتمع الحضاري أو الغربي بيتعامل مع مشاكل السكن، ممكن قسم كبير من هاي الحلول نجيبها للمجتمع العربي. بمعنى تغيير ثقافة المسكن والتربية اللي إحنا متشوقين إلها ممكن تساعدنا. هناك نقطة أخرى، اليوم
قسم كثير من شبابنا عم بلجأوا يسكنوا في المدن اليهودية المجاورة. عندنا يعني عندنا في مثل يعني عند الفلاحين بيقولوا هاي بفرشوا بينهم بصلي بالمعنى يعني تكون مش تعطونا بدنا نروح على مدن يهودية. صح. فأنا زي ما قلت للوزير الحالي كله إنه سأعطيهم أعطي المجتمع العربي إمكانيات بروحوا يجيب سكن عند اليهود. أنت بدك العرب ما يهاجروش على الدول على المدن اليهودية، أعطيني أطور بلادنا العربية وأعطيهم كل الميزانيات والإمكانيات إن يكون لهم جودة حياة. يعني ابن مجد الكروم اليوم أو دير الأسد اللي بروح بسكن بكرمئيل، ما هن أولاده بيتعلموا بعد المجد الكروم وبدي كل يوم يخذهم على المدرسة وعلى الحضانة وعلى الروضة وما شابه، الدكانة والسوق والسوبر والكراج كله بمجد الكروم. يعني هو بيجي ضيف على 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 بس ينام، بس بيجي تينام يعني زي الماخذ أوتيل أو 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 شقة بس للسكن تينام. فهو ما بيضيف لجودة الحياة بكرمئيل، بس من جهة ثانية كمان أنا مش معطيه الإمكانية إنه يأخذ نفس الجودة بمجد الكروم. إذا أنا بطورش الحيز العام وبعطيش لهذا الإنسان الإمكانية إنه يسكن في بلده بجودة حياة اللي هي بتشابه المدينة اليهودية المجاورة، فإحنا نظلنا زي ما إحنا. عشان هيك لازم يكون تعاون، وهون أنا رسالتي إنه رؤساء السلطات هاي المدينة. رسالة يا عزيزي أمين أبو حي، هاي لازم توديها لوزير الوزير طبعا الوزير موافق معي عنك. الوزير موافق معي في المية. أنا حكيت الوزير أعطاني قال لي أعطيني أمثلة، أعطيته أمثلة بنوفا جليل اللي هي نتسرت عليه مقابل الناصرة، كرمئيل مقابل الجوار اليوم نوفا جليل صار صح، كرمئيل مقابل القرى المجاورة أوكي، من بيت جن لرامي سجور نحف مجد الكروم دير الأسد البعنة حتى جديد دمكر قبال عكا. فكل محل أنت بتشوف أنه هناك تفاوت من ناحية جودة الحياة والمشاريع، فإحنا بنقول لا. شو الوزير قال لك؟ شو قلت له؟ شو قال لك اللي وافق عليه؟ شو قال لي؟ أولا معك مني الصلاحية والاستقلالية الكاملة تعمل شو أنت بتشوف صح، والميزانيات الموجودة للمجتمع العربي أنا كوزير مش راح أمس فيها بالمرة. فلذلك ناحية الوزير الحمد لله معطينا الصلاحية الكاملة الاستقلالية الكاملة، وفي هاي الأمور أنا أقول يعني مع أنه وزير اللي جاي من حزب متدين لكن محترم جدا موقفنا، وطبعا كقسم الأقليات معطينا كل إمكانيات أنه نبني ونعطي الميزانيات الكافية واللي لازمة للمجتمع. هناك طبعا مشاريع أخرى اللي إحنا بنفوتها المجتمع العربي، قسم من الرؤية الكبيرة إنه نبني بناء للسكن طويل المدى، للإيجار سكن طويل المدى. اليوم في المجتمع العربي ما في بناء للإيجار، كل واحد بده بيته الخاص. هناك مبادرين بقلب المجتمع بالمدن اللي صار يبني ويأجر. فإذا هذا المبادر أو المقاول اللي بيبني على أرضه الخاصة وبيأجر، أنا ممكن أساعده. شو بتساعده؟ إحنا بنعطي اليوم عم نبني نموذج جديد موديل اللي نعطي منح للمقاولين اللي إحنا منخطط بمتحام مثلا أو قطعة معينة نبني مربع إسكاني. يمكن تقصد نعم تسميه مربع إسكاني، نبني بناء متعدد الطوابق للإيجار. المقاول أو المبادر مجبور يأجر لا يقل عن 15 سنة، ممنوع يبيع هاي الشقق. المستأجر بيبني طبعا بفوت على المناقصة وبفوت معه طبعا بخوزيه انه ل 15 سنة، لكن بيقدر يطلع منها امتى ما بده. بمعنى المستأجر مش مجبور يضل مرتبط 15 سنة إذا صار الإمكانية. شو المنطق بالشيء يا أخي أمين؟ إنه نساعد المقاولين من ناحية اقتصادية، نعطيهم هاي المنحة إنشان يقول أنا مستعد أجي أبني للإيجار. طبعا موضوع الإيجار بمجتمعنا العربي جدا مهم كمان ندرسه، درسناه بشكل موضوعي. مين ممكن يستأجر؟ ممكن بالمجتمعات الحضرية يستأجر واحد اللي ممكن غني أو بده فيلا أو بده بيت صيفي وبيت شتوي أو بده يسافر لفترة وبده يرجع. بمجتمع العربي إحنا بنعطي الإمكانية إنه اللي يستأجر هو اللي فيش عنده إمكانية يشتري بيت، يعني اللي ما عنده هاي الاستثمارات أو يأخذ قروض إسكان ويوصل لمليون شيكل أو 700,000 شيكل يشتري بيت ممكن يسكن بالإيجار. فمش مش مش لازم يكون إشي غريب، لازم يكون إشي طبيعي جدا. فهذا بده كمان شرح
وبده طبعا مؤتمرات، وبدك تجيبه للمجتمع، وبدك تعمل كمان مؤتمرات او اقناع للمبادرين انه هذا الاشي ممكن يكون في منه جودة ومنه يكون في منه نجاح. فاحنا نهدف لهذا الاشي، وان شاء الله كمان هذا المشروع كان نعطي حل اخر لمجتمعنا العربي. اختصار الكلام اللي انا بدي اقول انه احنا بنحاول كقسم الاقليات نجيب كل الحلول على الطاولة. فانا بنظر شو موجود في اوروبا، شو موجود بتل ابيب، شو موجود بالمدن وبالعالم الحضاري حتى بالدول العربية المتحضرة، ونقول ليش عندنا مش موجود، كيف ممكن هذا اجيبه لعندي. والحمد لله في نجاحات، طبعا هذا اشي بياخذ وقت، ما بتقدر تقول هاي النقطة بعملها اليوم بتصير بكرة، كل اشي بده سنوات عديدة. انا بتأمل انه بيوم اللي انا بخلص من وظيفتي اقول لحالي الحمد لله، شوفوا عملنا مع بعض كثير مشاريع بتكاتف بمشاركة. وهون انا اناشد جميع رؤساء السلطات المحلية والبلدات بالمجتمع العربي الموجودين والقادمين بعد الانتخابات، انه انا موجود كرسول لمجتمعنا العربي ورسول للحكومة قبل المجتمع العربي، بمعنى انا بعرف احل ازمات كثيرة، انا بدي اتساعد مع الكل. وكل بلد انا بشوف حالي اني مش بس شريك، شريك وضيف بهاي البلد كبلدي. فانت سالتني بيت جن وغيره، بعامل كل بلاد كانها بيت جن. اوكي امين ابو حيي من بيت جن، مين راح يصير رئيس مجلس معالي بيت جن القادم؟ معلش انا ما بتكهن وما بعرف اصلا مستجيش تقول لو بتعرف. اول شيء في 6 مرشحين، كل واحد جاي مع اجنده، مع طبعا كلهم ممتازين، كلهم اصحابي بحترمهم كلهم. طبعا بده يكون في جوله ثانيه، كلهم طبعا لما في 6 مرشحين جوله ثانيه. وان شاء الله اللي بيكون حليف الحظ بيكون رئيس، بعرف ان امين ابو حيه موجود على يمينه، بكون شريكه وبيساعده زي ما بيساعد اي رئيس بيكون. الله يخليكم لبعض بيت جان وبكل المحلات. بيت جان أهل طياب وأهلها أهل الكرم والجودة، وبيشرفني إن أكون من هاي البلد العريق. بقدر أتفهمك. قبل ما ننهي، بالنسبة لل وين إمكانيات الإسكان ميسرة أكثر في وزارة البناء والإسكان، في مدن عربية ولا في قرى أسهل؟ كيف؟ طبعا في المدن بيجي الموضوع أسهل. أول شيء الطلب هو أكبر، ما في عرض وطلب، عرض واحتياجات. بالقرى غالبية القرى مش معنا العربي، عندنا التوبوغرافيا شوي صعبة، مش هيك التطوير البنية التحتية بيجي سهل. إذا بدنا نضلنا نحكي في على بيت جان اليوم تطور مشاريع في بيت جان، تقدر تحكي قد ما بدك عن بيت جان. بيت جان أهلنا وحبايبنا، يعني كمثل بيت جان موجودة في توبوغرافيا أو جغرافيتها جدا صعبة من ناحية طبعا الجبال والوديان وما شابه. فتطوير البنية التحتية في بلد مثل بيت جان أو في البلد صعب جدا، لذلك المشاريع حتى الطلعة هاي صعبة. فكيف يعني البنى التحتية؟ كل قطعة شارع بدك تعملها في بيت جان بتعمل 4 شوارع بالطيبة. فلذلك الأمر بأثر جدا. أما إحنا الحمد لله نقول لحالنا إحنا من الجماعة اللي نقول مرات بدك تضرب الطابة 60 مرة تيفوت جول. فإحنا مش ما بنرفع أيدينا بكل سهولة، المهم يفوت الجول بالآخر. المهم يفوت الجول. يعني ابن عبراني بيقول لها سيكتا ياعد، سيكتا ياعد، والعربي توصل لهدف المنشود. صح. بدي أشكرك شكرا جزيلا عزيزي أمين أبو حي. إذا في إشي بدك تقوله اللي أنا ما انتبهت له. لا أنا اللي بحب أقوله إن إحنا اليوم موجودين في طبعا في أزمة حرب، وإحنا بنتأمل إنه بعد هاي الحرب نشوف بس السلام، ونكون من هالوضع الصعب اللي موجودين فيه، من هالمأساة اللي موجودين فيها، يكون فرصة بلكي يكون سلام عام. أما عدا عن ذلك إحنا كمان موجودين اليوم في عدة نقاط جدا مهمة كشغلنا. بسمح لي بس أوضح. تفضل. إحنا عم نخطط حاليا لبناء خطة خماسية للمجتمع الدرزي، لأن الخطة كانت موجودة انتهت آخر 23، وإن شاء الله بنجيب كمان خطة خماسية مع جودة عالية مع ميزانيات كبيرة. ولسنة 2024 بيحكوا عن تقليص 15% من ميزانية المجتمع العربي بكل الوزارات. فإحنا نقول إحنا ما متخوفين من تقليص 15%، إنه أعطينا ميزانيات كثيرة،
بنعطي بعد كمان ميزانيات، وان شاء الله كمان رح نحاول انه هذا التخليص ما يأثر على مشاريعنا وعلى شغلنا. بدي ارجو لك نجاحا باهرا يا اخي امين ابو حي من بيت جان، واطلب منك انه يعني ان لا تألو جهدا لتقدم وسطنا، لانه احنا والله فقيرين، احنا المجتمع العربي فقير، مش بالعقل وبالعظم، ملان عقل وملان امكانيات هيك بالتفكير وهيك، بس الوضع زي ما قلت انت، اعطيت مثل كثير مهم انتبهت له، تقول لي مشان تعمل بيت، مشان تعمل شارع في بيت جان بدك تعمل اربعه في الطيبه، فهي نفسها يعني بتقول قديش احنا بحاجه لمساعدات. نعم، وان شاء الله مع جهود كبيره جدا بكون النجاح حليفنا جميعا، ونطور مجتمعنا ونكون فخورين بهذا المجتمع ان شاء الله. شكرا جزيلا امين ابو حي من بيت جان، مدير قسم الاقليات في وزاره البناء والاسكان. إلى أن نأتي إلى نهاية هذه الفقرة، بعد قليل ستكون مع برنامج مبسوطين مع هلا، كل شيء مفتوح هنا، كل شيء بث مباشر. شكرا لمتابعتكم، ونكون الآن مع فاصل، بعد الفاصل تواصلون مع بسيم دمون، إلى اللقاء.